في قلب العاصمة الصينية حياة مليئة بالنشاط والحيوية، لا مكان هنا للكسل أو التخاذل. وفي العاصمة أيضا قلب آخر ينبض نفس النبض بنفس الوتيرة، ولكن بلسان عربي مبين. أنتم الآن في جامعة اللغات والثقافة بالعاصمة الصينية بكين. حالة نشاط وحيوية تدب في أوصال المكان، يوم دراسي جديد، لغة مختلفة وثقافة تتبعها، وبقعة من العالم تسعى الصين لمخاطبتها. في قسم اللغة العربية كل الطلاب لم يعرفوا حرفا من اللغة العربية من قبل، بيد أن دراستها كانت قرارهم. بات لكل واحد من هؤلاء اسمان، الأول الممنوح له بالولادة وهو صيني بالطبع، والآخر اسم عربي صميم اختاره له أساتذته في قسم اللغة العربية الذين يرأسهم خليل باشا، أحد أبرز الصينيين إتقانا للغة العربية وأشهر من درس اللغة العربية من الصينيين. هذا الاسم العربي الثاني هدفه ربط الطالب بلغة دراسته وثقافتها ومنحه الشعور أنه جزء منها. اسمي صيني خدفينسين واسمي العربي خضر، وأنا طالب متخصص في اللغة العربية في جامعة اللغة والثقافة في بكين. كثيرا من العرب في الصين، فبعض الطلاب لا يستطيعون أن يتحدثوا الشيء مع الأصدقاء العرب، ولكن تتمتع جامعتنا بأجواء تعليمية جيدة، وهذا يساعدني أن أتحدث مع الأصدقاء العرب. أحب الخط العربي أكثر، وهذا أجمل من أعتقد أن الخط العربي أجمل من خط الصيني. بحسب مسؤولي القسم، فالهدف الأكاديمي للطالب مع نهاية السنة الدراسية الثانية هو تثبيت معرفة 3000 كلمة عربية، وأن يكون قادراً على التواصل الأولي منفرداً مع شخص عربي دون الحاجة لمساعدة خارجية. العام الثالث هو عام التحول النوعي في مسيرة هؤلاء الطلاب، ففيه يدرسون عاماً كاملاً في دولة وجامعة عربية على نفقة الحكومة الصينية. ومع العام الرابع للطالب يؤكد أساتذة القسم أن الطالب يكون متملكاً لحصيلة لغوية، ومن المفترض أن يكون قادراً على التواصل مع شخص عربي بسهولة، وقادراً على القراءة والكتابة بالعربية بشكل سلس. مئات الصينيين تخرجوا في القسم المؤسس عام 1962، عدد كبير منهم حصل على الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية. الآن نقابل أحد هؤلاء الطلاب، هو وصل إلى مرحلة الماجستير وبات يتكلم اللغة العربية بدرجة جيدة جدا إن لم تكن ممتازة. سعيد، أهلا بك. أهلا بك، صباح الخير. صباح النور. سعيد، أنت الآن تدرس في مرحلة السنة الأولى من الماجستير. أيوة. نعم، حدثني الأول، سعيد هو الاسم الذي اختاره لك أساتذتك في الجامعة. نعم، نعم، لكنه نعم. ليس الاسم الأساسي لك. ليس الاسم. ما هو الاسم الأساسي لك؟ ممكن أن تنطق بشن. شن. شن. نعم. هذا القطع واحد من اسمي. نعم. طيب، حدثني لماذا اخترت أن تدرس اللغة العربية بالأصل؟ اللغة العربية في الحقيقة هناك سببان، يعني في الأول والدي يتحدث معي أن هل تعرف أن هناك استراتيجية مبادر الحزام الطريق؟ هذا اللغة العربية فيها حاجة كبيرة. نعم. في سلطة في العالم. نعم. هم يحتاجون إلى الكادر يمكنه أن تتحدث باللغة الصينية واللغة العربية. نعم. فهذا سيسهلك على بحثي. يعني نستطيع القول أن كلام والدك لك كان الحافز الرئيسي لك لتبدأ بتعلم اللغة العربية أو تفكر في تعلم اللغة العربية؟ أيوه، هذا يبدأ الفكر، ولكن السبب الحقيقي هو أن كثير من الناس هم يتكلمون اللغة العربية لغة صعبة جدا جدا جدا، وبدأت أفكر فإذا هذا اللغة صعبة، فإذا يعني يمكنني أن أتكلم بهذا اللغة بشكل جيد، هذا نوع من الإنجازات. نعم، هذا فكر تجعبني. تعتبر ذلك إنجازا؟ نعم نعم نعم. حدثني عن السنوات الأولى،
تحديدا السنة الأولى لك مع دراسة اللغة العربية، كيف كانت؟ هل كانت صعبة؟ هل شعرت في لحظات ما أنك ربما لم تستطيع أن تكمل دراسة هذه اللغة أكيد الصعبة؟ أكيد يعني اللغة العربية خطه ونطقه كل شيء مختلف من اللغة الصينية. نعم. ولكن بفضل أساتذتنا وبفضل المحاضرات في جامعتنا كل شيء يسير بيسرى يعني وبسهولة. اللغة العربية صعبة شوية، ولكن أنا أظل أعتقد أن كل شيء سيكون أسهل إذا بجهودكم المستمرة. هل سبق ودرست أو قضيت جزءا من الدراسة في إحدى الدول العربية؟ أنا أعلم أن هذا جزء من بروتوكول الجامعة هنا أن يدرس الطلبة في قسم اللغة العربية لمدة معينة أثناء دراستهم العامة بالكلية أن يدرسوا في دولة عربية أو في بعض الدول العربية. أين درست أنت؟ كنت سافرت إلى مصر إلى إسكندرية لمدة 4 أشهر. 4 أشهر. أربعة أشهر. نعم. وفي ذلك الفترة أظن أتقدم وأتطور في قدرتي اللغوية بشكل أكبر خلال 4 سنوات في المرحلة الدراسية الجامعية. البيئة حقا مهمة بالنسبة لي. قسم اللغة العربية لا يخدم الصينيين فحسب، إنما يخدم طلبة عرب درسوا الصينية في بلدانهم ويريدون التوسع في إتقان الصينية للعمل كمترجمين محترفين بين الصينية والعربية في الاتجاهين. أنا اسمي آلاء جمال فراج، وأنا كنت في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وكنت بدرس أدب صيني في كلية الأدب. وبعدين بعد ما تخرجت في العام الماضي جيت هنا منحة ترجمة في جامعة بكين اللغات. تمام. أنت هنا بتدرسي أساساً الترجمة من الصينية للعربية والعربية للصينية؟ نعم. في الاتجاهين؟ آه. تمام. طيب كلمينا عن الدراسة أو الفارق بين دراسة اللغة الصينية في مصر وفي الوطن الأم في الصين في جامعة اللغات والثقافة. احنا كنا في مصر كان بيدرس لنا دكاترة صينيين، فكان الموضوع كويس شوية بأننا يعني بنتعامل مع الصينيين مباشرة. بس لما جيت هنا حسيت بفرق أكبر، وأن المستوى بيكون أحسن، لأن أنت بتقدر أنك تتعامل أو بتمارس اللغة بشكل يومي مع الصينيين من حولك. يعني ممكن تروح مطعم، تروح أي مكان، فبتبدأ أن أنت تمارس اللغة اللي أنت تعلمتها، لأن أهم شيء في اللغة هي الممارسة. فطبعا التعلم اللغة في الوطن الأم بيكون أفضل بكتير من أنك تتعلمها في مصر. يعني كان إيه أصعب جزء ليكي في هذه المرحلة؟ التأقلم مع المعيشة في دولة ما زرتيهاش قبل كده، ربما عندك معلومات ثقافية عنها بحكم الدراسة، لكن ما حصلش أنك أقمت فيها قبل كده. طبعا الصعوبات اللي في الأول أنك بتبقى مش عارف أي حاجة، ومهما كنت درست قبل كده في مصر فبتحس أن أنت متوتر ومش قادر أنك تواجه كل شيء من حواليك يعني. بس بعد كده بتبدأ أنك تتعود، لأن الصين حسيتها في ثقافتها قريبة جدا من الوطن العربي، يعني مش زي برضو أوروبا بشكل عام، أو مش زي الثقافات بعيدة جدا عننا، لكن الصين برضو ليها ثقافتها، بحس أنها قريبة جدا من الثقافة العربية في أشياء كتير. بتشعري إيه أكتر شيء جيد ممكن تكوني اكتسبتيه من الإقامة الفترة دي، فترة السنة الدراسية حتى الآن، تكوني اكتسبتيه جديد لشخصيتك وحياتك من الشعب الصيني وعاداته اليوم؟ طبعا إن أنا بقيت شبه الصينيين في جزء اللي هو إن هما يعني الصينيين معرفين إن هما كتير قوي بيشتغلوا كتير جدا، مثلا من الصبح ممكن يخلصوا شغل الساعة 7 بالليل. فالحياة هنا ربما تكون آلية شوية، لكن اتعلمت ان الواحد هو لازم يكون كده، وان الثقافة طبعا خلتني ناضجة في اشياء كتير. ان الانسان لما بيشوف ثقافات اخرى ويتعلم من ثقافات اخرى اكيد ده بيغير تفكيره كتير وكده يعني. انت الان المفترض ان الخطوة القادمة هي انهاء الماجستير او مرحلة الدراسات العليا، طموحك بعد كده يا الان؟ طموحي انا تخصصي ان انا بدرس الترجمه الفوريه والترجمه التطبيقيه، فانا كنت حابه يعني ان انا ادور في المجال دوت او اكمل في المجال دوت للعمل بعد ذلك. فدوى ايضا دخلت عامها الثالث في بكين، وقد اكتسبت ثقه كبيره في قدراتها اللغويه، وباتت تنتقل بين الصينيه والعربيه بسلاسه
اسمي فدوى، أنا من تونس، عندي لنا في الصين تقريباً أكثر من سنتين، هذه سنة ثالثة ليا. نقرأ اللغة الصينية اختصاص، يعني ماجستير لغة صينية في اختصاص تعليم اللغة الصينية للأجانب. درست 3 سنين في تونس، أخذت اللايسنس من تونس وجيت بعد نعمل ماجستير هوني، خاطر في تونس ما فماش اختصاص ماجستير. طبعا تحسين اللغة الصينية هذا يعني أمر ما مفروغ منه، ولكن أيضا خصوصا في هذه الجامعة، يعني الحاجة اللي جات يعني الناس كل نجم نتفق عليها أنه وقت اللي تجي تقرأ في الجامعة هذه تحس بروحك تتعرف على جنسيات كثيرة، يعني مش فقط الصينيين، ولكن مش تتعرف على الثقافة الصينية فقط، ولكن مش تتعرف على تقريبا أكثر من 140 دولة ثقافتهم كيفاش، يعني خاطر أنت باش تلقى روحك مثلا باش تسكن مع جنسيات مختلفة، باش تحكي يوميا مع جنسيات مختلفة، فباش تعرف باش تعرف أكيد على الثقافة الصينية، ولكن أيضا باش تتعرف على ثقافات أخرى. تلاقي يعني فما صعوبة في اللغة في التواصل في الأول، ثم تلاقي صعوبة في تلاقي فما كلتشر شوك، فما برشا حاجات تصير إنه حتى مش متعود عليها في البلد نتاعك. تلاقي صعوبة في الطقس، طقسهم غير طقسنا يعني مختلف جدا. تلاقي صعوبة في الأكل، زاد احنا خصوصا بالنسبة يعني للمسلمين، بالرغم انه احنا في جامعتنا بحكم عنا برشا يعني مسلمين، فبتلاقي يعني مطاعم حلال وكل، ولكن الصعوبة هذه يعني نجم تكون انه بالرغم من انها ماكلة حلال ولكن ماكلة صينية، فالتعود على الأكل الصيني ياخذ وقت، فما برشا يحبوا الماكلة الصينية، فما برشا ما ينجموش يتعودوا عليها، يعني مشاكل كثيرة، ولكن بالوقت يعني تتعلم أنك تتعود عليها وتولي تحبها. وعلى الجانب الآخر من دفة الجامعة يوجد طلبة أجانب كثر يدرسون الصينية رغم صعوبتها، ويتتلمذون على يد أساتذة صينيين لتستمر جسور بكين الثقافية في نقل شحنات الأمل والعلم لطلاب من كل أصقاع الأرض. اسمي مانا سويا، وأنا دكتورة بجامعة بكين للغات، وأدرس للصف الرابع اختصاص تدريس اللغة الصينية للأجانب. الهدف من ذلك هو أنهم عندما يعودون إلى بلادهم هي تؤهلهم لتدريس اللغة الصينية في بلادهم، فبذلك تنتشر اللغة الصينية. أعتقد أنها هي مدة 4 سنوات كافية لتدريس اللغة، لأنهم أيضا يتدربون، يقومون بتدريب على التدريس في الفصول الأخرى. أعتقد أن إذا أردت تحدث اللغة الصينية فقط في البدائيات يمكنك أن تدرسها من مدة 3 أشهر حتى 6 أشهر، وأعتقد أن دراستهم للغة الصينية لمدة 4 سنوات هي مدة كافية جدا لجعل مستواهم في اللغة الصينية عالي. أما إذا أردت فقط أن تتقن يعني اللغة الصينية في جوانب اللغة والكتابة وما إلى ذلك، فأعتقد سنة كافية لذلك. أظن في جامعة كثير من الطلاب الأجانب خاصة في الدول العربية، وعندي صديق. حديث الصين الرسمية عن العلاقة مع العالم العربي بدا واضحا في أذهان الطلاب، لم يبدو لنا أنه حديث مرسل بقصد التباهي أمام عرب، بل كان جليا أنه رسالة واضحة انتقلت لهم بأن الصين الحديثة ترتكز ولا تنسى علاقاتها بحضارات أخرى ولا سيما العربية. إن الصين تهتم باللغة بالحزام والطريق، وإن كثيرة من الدول العربية تقع على طول مبادرة الحزام والطريق. أريد أن أشترك في خدمة التبادلات بين الشعب الصيني والدول العربية عن طريق دراسة اللغة العربية. جيل تلو الآخر تسعى الصين لغرس العربية فيهم من خلال جامعة اللغات والثقافة ببكين، وعقول دخلت المكان يوما ما دون أي خلفية معرفية عنه، وخرجت منه بعد سنوات تحمل في جعبتها لغتين من الأصعب في العالم، وحبا لثقافتين ضاربتين في جذور التاريخ، ولكل منهما خصوصية فريدة، لتكون لغة الضاد في قلب بكين ليست حلما أو مستحيلة.